السلام عليكم، هل تسمعونني؟ هل الوقت ليل أم نهار؟ لا أستطيع معرفة الوقت، فأنا قابع في هذه الحفرة المظلمة. أحياناً يغدو الجو هنا بارداً جداً، ولست أملك ثياباً أو بطانية تدفئني. ليس لدي طعام ولا يعطونني الأدوية التي أحتاج إليها. في بعض الأيام لا يسمح لي حتى أن أنام، ويسوء الوضع كثيراً عندما يضربونني ويعصبون عيني ويصعقونني بالكهرباء. ها أنا محتجز هنا في هذه الزنزانة أنتظر صدور حكم محكمة الإرهاب بحقي. أجبروني على توقيع اعتراف مزيف. أجبرت على التوقيع رغم معرفتي بأن ذلك سيودي بي إلى السجن لسنوات عديدة. لكني لست إرهابياً، اسمي سالم وأنا مواطن سعودي. جريمتي الوحيدة أني نشرت تغريدة طالبت فيها بوقف التعذيب في السجون. كذلك أصدقائي المسجونين معي هم ليسوا إرهابيين، هم فنانون وكتاب وصحفيون وناشطات من أجل حقوق المرأة ورجال دين ومحامون ونشطاء يطالبون بحقوق الأقلية الشيعية. معظم هؤلاء يحاكمون لا لشيء سوى لأنهم عبروا عن رأيهم بالتوقيع على عريضة أو النشر على مواقع التواصل الاجتماعي أو كتابة مدونة، أو يحاكمون بسبب مطالبتهم بنظام أكثر عدالة ينعم فيه السعوديون جميعا بالمساواة، أكانوا من السنة أو الشيعة، من الرجال أو النساء. بدأت قصتي منذ سنتين، وها أنا منذ عدة شهور في هذه الزنزانة أنتظر جلسة محاكمة التالية، لكنني أعلم أن العدالة لن تتحقق، لأن محكمة مكافحة الإرهاب لا تخدم أحداً سوى حكام المملكة. أما زلتم تسمعونني؟ سأخبركم قصة صديقي صالح الذي اعتقله عناصر أمن الدولة من منزله أمام زوجته وأطفاله، لأنه نشر مقالاً يطالب فيه بالمزيد من الحرية السياسية في المملكة. عندما داهموا منزله لم يكونوا يحملون أي مذكرة لاعتقاله. لدي صديق آخر اسمه قاسم، احتجزوه في زنزانة انفرادية لعدة شهور، تعرض فيها للتعذيب وأدين بجرائم لم يرتكبها يوما. لم يسمح لقاسم بمقابلة محاميه إلا قبل بضع ساعات من محاكمته الأولى، وعندما أخبر قاسم القاضي بأنه تعرض للتعذيب والتهديد رفض القاضي التحقيق في الأمر وأجل جلسة المحاكمة بدلا من ذلك. اليوم يواجه قاسم حكماً بالإعدام، وقد تتساءلون ما هي جريمته؟ جريمته أنه شارك في احتجاجات في المنطقة الشرقية للمطالبة بحياة أفضل. إنها أوقات عصيبة للمواطنين السعوديين الذين يناضلون من أجل حقوق شعبهم، لكننا أبطال وبطلات فوق العادة، سنظل ثابتين وصامدين، فشجاعتنا لا تعرف حدوداً، وكما وعدنا الله في القرآن الكريم ليحق الحق ويبطل الباطل. سنستمر بالحلم والنضال من أجل وطن يحمي حقوق الجميع على قدم المساواة. ساندونا وطالب السلطات السعودية بضمان محاكمات عادلة للجميع وإطلاق سراح النشطاء السلميين فوراً. شاركوا قصتنا الآن.